السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وأبدأ بما يقوله الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا يوسف: فمعاذ الله أن أكون من الكاذبين. يفترض أن يكون حضوري لأسباب تتعلق بالجوانب الفنية، لكن ما يحدث ليس قانونا إطلاقا. أنا أقول هالكلام وهذه ما هي ديوانية مسكرة، في حضور وفي تلفزيونات، والرسالة اللي أبي أوجهها وأتحمل تبعاتها شخصيا لا لرئيس الوزراء ولا للقضاء، بل مباشرة لسمو الوالد الأمير شيخ صباح الأحمد الجاب الصباح. سمو الأمير، إنما يحدث امتهان لكرامة القانون والدستور. فالقانون والمحاكمات لا تفصل على مقاسات الأشخاص. بس شيء بسيط، الأخ محمد الجاسم أدين ولدي تعليق فني، أتمنى من أي شخص مختص في القانون كويتيا كان أو أجنبيا أن يعطيني شرف أن نجلس في مكان علنا لنتناقش حول المسألة، لأني أعلم أن الحكومة بوسائلها المشروعة وغير المشروعة لن تعدم الوسيلة في أن تجد العشرات يتبرعون في إضفاء المشروعية على كل عمل خبيث وغير مشروع ويحلفون بالله. هذا حكم من محكمة استئناف الجنح بالكويت حديث، وهذا حكم الدرجة الأولى، وعندي بالسيارة أربع أحكام مماثلة. أحد هذه الأحكام أو إحدى هذه القضايا سيدة مواطنة كويتية راحت تشتكي تقول: تفاجأت إني وجدت صوري الشخصية موجودة على النت ومكتوبة عبارات مسيئة لي. فقالوا: للأسف ما فيش نص يجرم ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، وهذه مسؤولية فيصل مسلم ورفع. طيب الأخ محمد الجاسم جربته على شنو؟ ودين على شنو؟ مقال موجود في الشبكة الإلكترونية. أنا بس أسأل معالي المستشار رشيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، هذا شنو؟ الأخ النائب العام والمحامين العامين فردا فردا، لسبب. السبب الأول إن وظيفتكم جميعا أي موظف وأي كانت الوظيفة ليست امتيازا شخصيا، إنما هي صلاحية تمارس ضمن حدود القانون. فالموظف أيا كانت درجته الوظيفية لا يخلق قواعد الوظيفة، فيجب أن تمارس الوظيفة ضمن حدودها وفي حدود أغراضها. فلما تصدر الأحكام، أنا ما راح أقرأ اسم المدعي والادعاء العام، وشيء بسيط لسمو الشيخ أو سمو ما هي الشيخ ناصر محمد، ليس لها قيمة قانونية. الدستور اللي في جيب سموك في نص، هذا النص يقرأ كالتالي: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أنا أطلب من سموك يطلع الدستور اللي في جيبك وتقرأ هذا النص. فالمسألة مش مسألة محمد الجاسم، أنا أبو عمر أعرفه شخصيا وكنت في حديث مطول معه، وقلت له: يا أبو عمر، قد أتفق أو لا أتفق مع كثير مما قلت، لكن اتفاقنا مع أبو عمر شيء وقبولنا بما يحدث له شيء آخر،
أنا ما أقبلها على أبو عمر، ولا أقبلها على عباس، ولا أقبلها على فيصل مسلم، ولا أقبلها لا سمح الله على الشيخ ناصر محمد. لو سجنوك في قضية رأي، وهي مستحيلة من ناحية نظرية. فالدستور اللي ساوى في الكرامة الإنسانية لم يفترض في كرامة الأفراد أن هناك من هو أعلى من كرامة البقية. أولا، وأنا أشوف زملاء محامين لي موجودين، ومثل ما قلت أن هذا التصوير موثق للتاريخ، هذا الحكم ليس حكما قضائيا، هذا عمل مادي منعدم لثلاثة أسباب. أولا، من الناحية الشكلية لإخواننا أساتذة القانون الجنائي إذا يسمعون، إذا كان فيه الشكوى حق للشاكي متفرعة من ضمانة أساسية موجودة في الدستور هي كفالة حق التقاضي. ولذلك الشيخ ناصر محمد مثل زايد الزيد، مثل فيصل يحيى، مثل عبيد محمد، مواطن يجب أن تحفظ له كرامته. ولذلك يملك الشيخ ناصر محمد أن يقدم شكوى، هذا الكلام لا أختلف فيه مع أحد. لكن في الشكوى، وهذا الكلام للقضاء مباشرة، لأن القواعد الموجودة ليست قانونا للسيد رشيد الغنام، كل القواعد التي قررها القضاء الكويتي فيما يتعلق بهذا الجانب لا علاقة لها أصلا بالقانون. كالتالي، الشخص يستطيع أن يفوض في العمل الإجرائي، أنا أفوض فيصل المسلم في إبرام عقد نيابة عني، أفوض في تقديم الشكوى اللي هو المحامي نيابة عنه، لكن هذا التفويض لا يمتد إلى الشكوى ذاتها. باختصار، يملك شخص أن يفوض شخصا آخر في إبرام عقد الزواج، لكن الوكالة لا تمتد للدخول في الزوجة، اللي سووه هو دخول في اللي اشتكى الشيخ ناصر محمد وكل محامي إجرائيا للأخ النائب العام، وإحنا اثنين يفترض أن زملاء، وأتمنى أن أكون مخطئا، هو يملك أن يفوض محامي في تقديم الشكوى، لكن كيف يفوض في الإدلاء بالشهادة؟ طيب، ما هي نظام قانوني؟ ماذا لو كانت الشهادة زور؟ مين اللي يحبس؟ ناصر محمد ولا عماد السيف؟ فيعني الإجراءات القضائية غير الأحكام القضائية، الإجراءات هذه ما تهندس، كلنا زي بعض، من حقك يا شيخ ناصر تشتكي، بس تروح المحكمة، وكل المحامي اللي تبي يقدم الشكوى للنائب العام، بس اللي يدلي بالشهادة أمام وكيل النيابة أنت شخصيا، حتى تتحمل تبعات هذه الشهادة. لأن لو افترضنا لا سمح الله أنك ما حضرت، إيش بيصير؟ إلقاء قبض، مش هذه صلاحيات لك وكيل النيابة؟ طيب، أنا بسألكم إخواننا في الإجراءات هذه من وين جايبينها؟ أنا بدرس وأدرس قانون 20 سنة، وأزعم إني أفهم شوي،